والله لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحببته، ولو صحبته لأسر قلبك وسمعك وبصرك، ولو طالت بك صحبته وسماعه ورؤيته لتعلق قلبك به وشق عليك فراقه، ولو تعلق قلبك به لأظلمت الدنيا في وجهك ولأنكرت قلبك عندما تفارقه عليه الصلاة والسلام. هذه صفحة من المشاعر يحكيها أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الترمذي هاهنا وغيره، صفحة من المشاعر يحكي فيها عواطف القلب ومشاعر الفؤاد، ليس لما عاشه أنس فحسب بل للصحب الكرام لأهل المدينة أجمعين. يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها الشجر، أضاء منها الحجر، أضاء منها الجبل، أضاءت منها السماء والأرض. لما لا تضيء وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تضيء والوحي سيغشاها؟ لما لا تضيء والنصرة والدين والهجرة اجتمعت في المدينة؟ لما لا تضيء وآن أوان الإسلام عزة ورفعة في المدينة؟ لما لا تضيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم؟ لما لا تضيء والملكوت الأعلى سماء وأرضا كله في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الله؟ لما لا تضيء وحبل الوحي ممدود بين سماء المدينة وأرضها؟ يقول: أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه، يقول: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، تظلم وفقد فقدت سراجها عليه الصلاة والسلام. تظلم وقد انقطع حبل الوحي الذي ظل ممتدا في سماء المدينة 10 سنين. تظلم المدينة حسا ومعنى، تظلم بفراق أشرف الخلق وأحبهم إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.